السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنجرب مع بعض تيست فيت، وده برنامج رهيب جدا. عندك حتة أرض عايز تقسمها، طيب خلينا نيجي هنا ونقول له احنا عندنا مثلا في ألكسندرية، تمام؟ هو يبدأ بقى يعمل سيرش ويشوف ايه الأماكن اللي موجودة في الخريطة بشكل دوت. ألكسندرية ايجيبت، طبعا في مدن كتيرة جدا على مستوى العالم فيها كلمة اسكندرية، أمريكا نفسها فيها كتير. هندور على حتة كده تكون فاضية نعمل عليها المشروع بتاعنا، تمام؟ هي أكيد ممكن هنا مثلا. طيب عايزين نبدأ نقسم، فبيقول لي علامة الزائد هنا أهي، هدوس هنا وأقول له سايت، تمام؟ وأقول له أهوت بالشكل ده. هو بدأ يقسمها بالشكل ده. طب هل أنا موافق على كده ولا ينفع إن أنا أعدل فيها؟ فأقول له سلايز سايت، فقسمت هنا لجزئين. ممكن تيجي مثلا في الجزء دوت وتبدأ تقول له ده انت عامله بالشكل دوت، ده انا عايز اغير الفكرة نفسها، تمام؟ بس كل ما بتختار حاجة بيبدأ ان هو سبيس اوفيس، طب ممكن تخليها حديقة مثلا بالشكل دوت، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. اقدر اقسم المكان دوت لحاجات كتيرة، ممكن اقول له سلايد سايت، واقول له مثلا من هنا، بحيث ان انت تقسم الموقع بتاعك. بقى ده جزء وده جزء، وده ممكن تخلي فيه نشاط مختلف، تمام؟ هتبيع سمك مثلا ولا حاجة بالشكل دوت. طيب عايز تدمج بقى مع بعض، هقول له ميرج سايت، دمجتهم كلهم مع بعض في نفس المشروع. ميرج من هنا اهو، كلهم بقوا مشروع واحد. وتقدر تغير بقى ايه النشاط بسهولة زي ما انت عايز. طيب انا عايز اشوف الكلام ده كله في 3D، فهقول له ادخل لي في 3D، فهقول له في 3D والبحر جنبينا اهوت وكل حاجة تمام وزي الفل. عايز تغير شادو، تقدر تغير شادو بسهولة اهو، تقدر تغير الاعداد زي ما انت عايز، وتقدر ترجع ليه 2D لو انت حابب. طيب ممكن ترسم باوندري، ممكن تعمل الاين للدروينج، ممكن تعمل ميجر لو انت عايز تقيس، ممكن تعدل في الطرق السيارات ديت، دي يعني مش الزامي، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. واوتوماتيك اول ما بتعدل في حاجه بيعدل في كله. ممكن تيجي مثلا هنا العلامه ديت وتبدا تسحب، هو اوتوماتيك بقى يغير على اساس، شايف التصميم كله بيتغير على حسب المكان اللي انت هتشتغل عليه. ممكن تقول له انا عايز اقسم باوندري مختلفة، ممكن اقول له مثلا من هنا لهنا 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 لهنا، اتغير التصميم كله. بس هو طالب مني بقى ايه، ان انا ابدأ اعدل، بيقول لي تو لارج، المكان كبير. طيب مفيش مشكلة، اقسمه بالشكل دوت، وتقدر تخلي دي حاجة مشروع وده مشروع. ونقدر احنا نزود مثلا، عايز تزود شجر هنا، تقدر تحط الشجر اللي انت عايزه، تقدر تعمل ميجر لاين او سيركل. تعدل فيه زي ما انت عايز. عدل الباوندري زي ما انت عايز، الميتر اند باوندز عدل فيهم، الدايركشن بتاعتهم تقدر تعدل النقط مانيوال زي ما انت عايز.